تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 13 لهذا الموسم. وأقيم السباق على كأس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وكأس سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وكؤوس أنجال سموهما سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن عيسى بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان الخليفة وكأس إسطبل العاديات ريسينج، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير بحضور عدد من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. ونيابة عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة، قام سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة بتتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قدم كأسي الشوطين الأول والثاني إلى عبد الله فوزي ناس، ثم قدم كأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز جابر رمضان، فيما قدم سموه كأس الشوط الرابع إلى المضمر الفائز ألين سميث، وكأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز كولبير سوهي، كما قدم سموه كأس الشوط السابع إلى الشيخ علي بن إبراهيم الخليفة، ثم قدم كأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، فيما قام السيد علي حبيب قاسم وأحمد سيف ممثلا بنك السلام الراعي الرسمي للشوط الدولي بتقديم كأس الشوط الدولي الرابع إلى المالك الفائز حسن مفرح العجمي، وتقديم جائزتين إلى المضمر هشام الحداد والفارس ديفيد إيجن الفائزين بالمركز الأول في الشوط.